نبدأ أولها بالتوجيهات المتعلقة بأداء الصلاة، يعني كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجعلنا يعني وأفضل ما ورد في توجيه الصلاة هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول مروا أبناءكم للتوجيه للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني كأنها مراحل في عملية التوجيه، تبدأ النداء بالأمر وبعدها في مراحل متقدمة بعد أن يستوفي حقه من هذا التوجيه حتى يكون هذا العتاب غير المبرح بالضرب. فأهمية الصلاة الحقيقة لها دور وتأثير للابن يعني يوجهه الوالد من خلال عدة أشياء. الحقيقة هو تعويده دائما على أنه يذهب معه إلى الصلاة. الأمر الثاني، نجد أن بعض الآباء حقيقة، وأنا ألاحظ بعض الآباء حينما يسمع الأذان يقول لابنه يعني الآن جاء وقت الصلاة، بعض الأبناء يقول يعني ما بعد أقام وكذا. أحد الوالدين كان حريص على أنه فعلاً أبنائه يذهبون إلى الصلاة بعد سماع الأذان. أنا حينما لاحظت هذه الأسرة بعد مرحلة تتبعية وجدت أنهم لا يتركون فرضاً مطلقاً من خلال توجيه والدهم لأهمية الصلاة والمحافظة عليها. الأمر الثاني، توجيه لأركان الإيمان اللي هي كلها، لكن منها طبعاً أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر الحقيقة من الأشياء الضرورية التي لا بد خاصة للأبناء في هذه المرحلة أن يحرصوا عليها. كيف يتم هذا الشيء؟ الآن على سبيل المثال نحن الآن في قبول الكليات العسكرية أو الكليات المدنية أو أي قطاع من هذه القطاعات، تجد كثير من الآباء الآن في قلق، هل يقبل في هذا القطاع؟ هل يقبل في التخصص الذي يحتاجه؟ لكن حينما يوجه الأبن أن هذا قضاء الله وقدره، إذا الله جل وعلا أراد لك أن يتحقق هذا الشيء فالحمد لله وأنت بذلت جهدك، ولكن المتحقق هذا عند الله جل وعلا، هذا شيء. أيضا الإيمان بمراقبة الله جل وعلا، يعني من أهم الأشياء الآن الجوالات الموجودة، حينما يوجه الابن يقول خلونا نضع لنا شعار، واحد يقول يا ابن أخي لنا نتفق أن يكون شعارنا في هذه الجوالات ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يكون هذا التوجيه الرئيسي المتعلق ب ألم يعلم بأن الله يرى، يضعه أمامه فلا ينظر إلا ما يعني فعلا يتفق مع مخافة الله جل وعلا. هذه بعض التوجيهات. أيضا من التوجيهات المتعلقة ب اللي هو الأذكار، وكل ذكر من هذه الأذكار الأصل أنه يوجهها، أذكار الصباح والمساء، أذكار السفر، أذكار وغيرها من الأذكار، ذكر دعاء الاستخارة على سبيل المثال. الآن احنا أحوج ما نكون لأبنائنا أن يوجهوا لهذا الشيء باعتبار أنهم فعلا يعني كثير من الأمور يقلقوا فيها، لكن حينما يعلم أنه يستخير يجد لذلك أثرا، وهكذا كل توجيه له أثر.